اكتبوا لي على الشات كده اذا تكرمتم اللي معايا الملزمه. ليه عبد الرحمن ما صورتها؟ وناصر الباقي وأسامة طب والحل؟ طيب يا شباب طيب أستأذنكم نبتدي السؤال الأول. في الدائرة M يا شباب لو انت عندك جهاز حطها على الجهاز واشتغل عليه، كل واحد ينزلها على الجهاز بتاعه اللابتوب او على الموبايل ويفكها ويشتغل معاه، تمام؟ في الدائرة M التي طول قطرها 16 سنتيمتر يكون طول نصف قطرها كم؟ نادر نادر 8، عبد الله هاني 8، اوكي. القطر 16 يبقى نصف القطر قسم على 2 يعطينا 8. في الشكل المجاور عبد الله هاني الدائرتين دول اسمهم ايه يا عبد الله؟ جي جي تمام. اسمهم دائرتان متحدتا المركز. طيب الفقرة اللي بعدها، دائرة نصف قطرها 6 يكون محيطها ايه؟ احد يكتب لي القاعدة الاول، ايش القاعدة بتاعتها؟ محيط الدائرة بيساوي ايه؟ لو اعطاني القطر لها قاعدة، ولو اعطاني نصف القطر لها قاعدة، فاكرين؟ ايه 36 ديت يا أسامة؟ ريان اجابتك هذه للقطر ضرب باي في ار مظبوط. لو المحيط واعطيني القطر هكتب الباي في الار. طيب لو اعطاني نصف القطر او نادر، نادر اجابته صحيحه، نضرب القطر في 2 في باي، تمام. ريان ونادر اجابتهم صحيحه، 2 باي ار برا. طيب نحسب كده المحيط 2 باي ار، نعوض عن الار ب 6، 2 ضرب 6 12 باي، يبقى الاجابه ايش؟ الف، تمام. فقره 4، دائره محيطها يكون طول نصف قطرها كم؟ ليه يا زياد 6؟ صالح إجابته صحيحة، نادر. طيب أنا هقول 2 باي آر، 2 باي آر اللي هو المحيط طالما عايز محتاج يعرف نصف القطر، 2 باي آر يساوي 24 باي، قسم الطرفين على 2 باي، يبقى الباي تحذف الباي، 24 قسمة 2 يعطينا كم؟ 12، يبقى الإجابة إيش؟ ده. طيب اللي بعد،
في الدائرة هذه يكون طول نصف القطر كم؟ نادر، إجابة صحيحة. ها أسامة؟ لا، راجع نفسك. غيره صالح بندر، انت جبت 13، هذه القطر كامل، نصفه كم؟ ستة ونص. تمام. طيب انتبه لو سمحت كده، هذا مثلث قائم. نحسب الوتر جذر مربع الضلعين، جذر مربع الضلعين يبقى جذر 5 تربيع زائد 12 تربيع، يبقى جذر 25 زائد 144 اللي هو جذر 169. يبقى القطر هذا كله جذر 169 اللي هو 13، يبقى نصفه نقسم على 2 تطلع كم؟ ها 6.5. في الشكل المقابل تكون قيمة اكس كم؟ طيب بس نشوف الإجابة، مفيش مشكلة. 165 أزود 145 نجمعهم يعطينا كم؟ 310. أطرح من 360 يعطينا 50، خلي الإجابة 40 هذه عدلها خليها 50 بس. ها اللي بعد، قياس القوس جي اتش يساوي ايه؟ قياس القوس جي اتش نادر، راجع نفسك يا نادر. عبد الله هاني ماشي. صالح ماشي. عبد الرحمن الإرادة 244. خمسين الإجابة د. طيب طول القوس، طول القوس جي كي، ها طول القوس جي كي 1.05. نادي صالح بندر وأسامة عادل، أذكركم بالقاعدة بس كده، إذا تكرمتم اكتبوا القاعدة. قياس القوس جي كي يساوي كسر فوق إكس درجة تحت 360، بعدين اطلع فوق اكتب ضرب 2 باي ار، 2 باي ار نعوض عن الاكس بالزاوية المركزية اللي هي 30، وعوض عن الار بنصف القطر اللي هي 2. يبقى نكتب على الحسبة، اللي سمعني كده يكتب على الحسبة، كسر فوق 30 تحت 360، بعدين اطلع فوق ضرب 2 شيفت 10 اس اكس عشان يكتب لك باي ضرب 2 اللي جنب انسر ضرب 2 يساوي، طلع لي الاجابه وخليها 10.
ماشي، الإجابة طلعتوها 1.4 بعدين كسر. إيش اللي علق يا أسامة؟ خلاص كده؟ تاني يا أسامة، اكتب قياس القوس جي كي، جي كي يساوي اكس قسمة 360 اطلع فوق ضرب 2 باي ار. شيل الاكس حط مكانها الزاوية المركزية 30، وشيل الار حط مكانها 2، تطلع الإجابة. قيمة اكس كم يا شباب؟ قيمة اكس كم؟ ها؟ ايش المقصود بياسر؟ ايش تقصد؟ سؤال كم؟ سؤال كم يا ياسر؟ سؤال 11، ما احنا قلنا 1.05 الإجابة جي. طيب هنا احنا قلنا مجموع الزوايا المركزية في الدائرة 360، مجموع الزوايا المركزية في الدائرة 360. اكتب 360 طرح مجموع الزاويتين هدول. مجموع الزاويتين هدول 135، اطرح من 360 يعطينا 225، الإجابة باء. في الشكل المقابل تكون قيمة اكس صالح ونادر وعبد الله هاني، طيب غيرهم وعلي عبد الرحمن وزياد، استاذنكم كده. النظريه هذه كانت بتقول الاقواس في الدائره الواحده او في الدوائر المتطابقه، الاوتار المتطابقه تحصر اقواسا متطابقه والعكس. هنا الاوتار المتطابقه، الاوتار المتطابقه تحصر اقواسا متطابقه والعكس، الاقواس المتطابقه تحصر اقواس اوتارا متطابقه. استاذ سعيد الغمدي معانا، شرفتنا، الله يرضى عليك. هنا يا شباب هنكتب 3x ناقص 7 بتساوي 2x زائد 1، تمام؟ بعدين افصل المتغيرات، اخلي الاكسات مع بعضها والاعداد مع بعضها بعكس الاشاره، يبقى 2x احولها مع 3x، والسالب 7 تروح مع موجب 1 بعكس الاشاره، يبقى العباره 3x ناقص 2x بتساوي 1 زود 7. 3x ناقص 2x بx بتساوي 8، يبقى الاجابه د. شوف اللي بعده. هيا يا شباب اوجد قيمه x، اوجد قيمه x. ما شاء الله صالح وعبد الله هاني وزياد ونادر، ها؟ غيرهم عبد الرحمن واسامه عارف يوسف سامي وعلي وائل. طيب اذا اجاباتكم ما شاء الله كلها ممتازه، استاذنكم كده. هادي عكس اللي قبلها، هنا الاوتار متطابقه يبقى تحصل او اقواسا متطابقه، يبقى قياس القوس 5x بيساوي قياس القوس 105، 5x تساوي 105، قسم الطرفين على 5 تطلع الاجابه جيم 21. ما شاء الله عليكم متميزين. طيب في الدائره هذه إذا كان سي دي كله طوله 20 فإن سي إي يساوي كم؟ ماشي، ما شاء الله إجابات كلها صحيحة. طيب أحد يذكرني بالقاعدة، إيش القاعدة اللي إحنا خدناها هنا؟ إيش النظرية؟ ها؟ إيش النظرية؟ أحد يكتب بعربي؟ هيا يا شباب. دقيقة وقدامكم تكتبوا. واحد يكتب لي النظرية، ايش النظرية هنا؟
ايش اللي انت كاتبه ده يا نادر؟ دي سي تنصف الوتر. ما دي سي هي الوتر. تنصف الوتر؟ لا ايوه، اي بي تنصف الوتر دي سي. تمام. طيب انتبه لو سمحت كده، النظريه بتقول ايه؟ نصف القطر او القطر العمودي على الوتر ينصفه. تاني يا شباب، نصف القطر او القطر العمودي على وتر ينصفه. معنى كده ان اي منتصف سي دي، يبقى طول سي اي قسم 20 على 2 يطلع لي الاجابه 10 زي اجابتكم كده ما شاء الله. طب اللي بعده بيقول في الشكل المقابل اذا كان طول ام بي هذا طوله 16 فان ال ام طوله كم؟ ماشي عبد الله هاني ونادر وصالح ووائل وزياد، اجابات كلها صحيحه، وعلي ويوسف الخولي، شرفتنا يوسف وعبد الرحمن راضي واسامه ووليد. طيب استاذنكم احد يقول لي ايش القاعده؟ اكتب لي كده ايش القاعده، ايش النظريه اللي احنا اخذناها في الفكره هذه؟ ها ايش النظريه اللي احنا اخذناها يا شباب؟ لا يا اسامه مش نفس اللي قبلها، معلش مش نفس اللي قبلها. طيب استاذنكم كده اذكركم، بنقول في الدائره الواحده او في الدوائر المتطابقه تكون الاوتار متطابقه اذا كانت تبعد نفس البعد عن المركز. تاني كده يا شباب، في الدائره الواحده هذه لو كانت الاوتار على نفس البعد من المركز، ايوه المسافه العموديه هذه 7 والمسافه العموديه هذه 7، تكون الاوتار هذه متطابقه. ام بي طوله 16 يكون طول ال ام هذا نفسه 16. طيب استاذنكم في الشكل المقابل قياس الزاويه بي، قياس الزاويه بي. عبد الله هاني اجابته صحيحه، وزياد وريان ونادر ويوسف الخولي وصالح وعلي وأسامة عارف وعبد الرحمن راضي. طب استاذنكم كده احد يقول لي اكتب لي كده ايش النظريه، ايش النظريه اللي استخدمناها في هنا في القاعده هذه؟ احد يقول لي ايش النظريه في الفكره هذه؟ ها ممتاز يا زياد وريان، ممتاز يا ريان، تمام. طيب استاذنكم كده النظريه بتقول ايه؟ ماشي يا عبد العزيز اجابتك صحيحه، قياس الزاويه المحيطيه نصف قياس القوس المحصور بين ضلعيها او القياس القوس المقابل له، الزاويه المحيطيه نصف قياس القوس المقابل له، والعكس قياس القوس ضعف الزاوية المحيطية المقابلة له. المطلوب هنا الزاوية يبقى نصف قياس القوس، نصف 60 30، الإجابة باء. هنا العكس، أوجد قياس القوس دي اتش، أوجد قياس القوس دي اتش. ها صالح إجابته صحيحة، ونادر وعبد الله هاني ووائل وغيرهم، عبد الرحمن راضي وبراء وهتان وعبد العزيز وعلي. طيب احنا قلنا العكس، قياس القوس ضعف قياس الزاويه المحيطيه المقابله له، اضرب 81 ضرب 2 يطلع الاجابه 162، الاجابه جي. طيب هنا في الشكل المقابل اذا كانت قياس الزاويه ال هذه 60 فان قياس الزاويه ام، ماشي اجابات صحيحه نادر وعبد الله هاني واسامه وصالح وعلي وعبد العزيز وبراء وزياد. طيب انتبهوا لو سمحتم، النظريه بتقول ايه؟ الزوايا المحيطيه المشتركه في نفس القوس تكون متطابقه. يعني انا عندي القوس جي كي مرسوم عليه زاويتين، الزاويه ال والزاويه ام. يبقى قياس الزاويه ال بيساوي قياس الزاويه ام،
الزوايا المحيطية المقابلة لنفس القوس تكون متطابقة، يبقى الإجابة 60 اللي هي ألف. احنا هستأذنكم باقي لنا 3 دقايق عشان ما ناخدش وقت الزميل اللي بعدنا ونشوف التمرين ده. إذا كان قياس الزاوية R بتساوي 120 فإن قياس الزاوية T كم؟ نادر وصالح إجابته صحيح، وعبد الرحمن وعلي وهتان وزياد ويوسف الخولي وأسامة عارف عبد العزيز عكلوك. طيب احنا قلنا اتفقنا استاذنكم انه الشكل الرباعي اللي رؤوسه على الدائرة اسمه شكل رباعي دائري، الشكل الرباعي اللي رؤوسه الأربعة على الدائرة اسمه شكل رباعي دائري. النظرية اللي أخذناها في الشكل الرباعي الدائري كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني مجموعهم 180 درجة. في الشكل الرباعي الدائري كل زاويتان متقابلتان متكاملتان، يعني مجموعهم 180 درجة. عشان أحسب قياس الزاوية T هنقول 180 ناقص 120، يطلع الإجابة 60 اللي هي الإجابة G. طيب في الشكل المقابل قياس الزاوية C تساوي كم؟ واحد يقول لي إيش السبب؟ نادر وصالح إجابتكم صحيحة بس اكتب لي إيش السبب. ها واحد يقول لي إيش التبرير، اللي يكتب إجابتي يقول لي إيش التبرير إيش السبب. ها ما كتبتوش لي يا شباب؟ عبد الله هاني وتر A B عشان الوتر زاوية مقابلة للوتر، زاوية مقابلة للقطر. تاني كده احنا قلنا الزاوية المحيطية المقابلة للقطر الدائرة تكون قائمة، الزاوية المحيطية اللي هي C المقابلة لقطر الدائرة تكون قائمة. طيب حاجة تانية، لو رسمت قطر في الدائرة يبقى القوس المقابل للزاوية هذا 180 اللي هو اسمه نصف دائرة، نصف دائرة اللي هو 180، نصف ال 180 كم؟ 90. انت اشتغل بالطريقة اللي تفهمها. تاني الزاوية المحيطية المقابلة لقطر الدائرة تكون قائمة، يبقى الزاوية C قائمة لأن AB هذا قطر. الفكرة الثانية، الحل الثاني، AB هذا قطر يبقى القوس AB هذا اسمه نصف دائرة، قياس نصف الدائرة 180، يبقى قياس الزاوية C بتساوي نصف قياس القوس المقابل لها، قياس الزاوية المحيطية C بيساوي نصف قياس القوس المقابل لها، القوس المقابل لها 180 يبقى نصفه هذا كم؟ 90. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونكمل الحصة القادمة إن شاء الله. لو أحد له أي طلبات وأرجو إنه الحلول هذه توصل زمايلكم، لو كان في أحد غايب تبلغوا بعض وتعرفوا بعض. لو أحد له أي طلبات يكتب في الشات قبل ما نقفل المحادثة معاكم. حاضر يا ريان، الحصة الجاية هرجع لك في سؤال 11. ماشي يا جيمي، تسلم يا جيمي، ربنا يحفظك يحفظ أولادك، شرفتنا. هيا شباب خلاص كده، جزاكم الله خيرا. دكتور محمد